يقولون إن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل الإنسان، ولما لا؟ فهو يتحرك بدلاً من الإنسان ويقوم بمهام كثيرة مثل الروبوت، وهو الآن يجيب على الأسئلة الصعبة ويصيغ المقالات ويحل المعادلات ويكتب الأكواد بدلاً من الإنسان كما يفعل تشات جي بي تي، أو ربما يقدم فقرة بحلقة الليلة مكان المذيعة ميسون مثل ما أفعل أنا الآن. فأنا مذيعة ذكاء اصطناعي، وقام فريق العمل بإعداد ما أقوله لكم حالياً، حيث أقدم لكم هذه الفقرة التي نستضيف فيها الدكتور طالب الأشقر، الباحث في MIT أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمتخصص في الذكاء الاصطناعي. أهلاً بك دكتور طالب. دعني أبدأ الحوار بسؤالك، لماذا يتخوف البعض من الذكاء الاصطناعي؟